منام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ بابا بابا إيه؟ ده أنت اللي بابا. أعلن رامي إمام الابن الأكبر للممثل المصري عادل إمام أن والده قرر التفرغ لحياته العائلية مع أحفاده. وجاء هذا الإعلان الذي فهم على أنه إعلان اعتزال على هامش مهرجان جوي وورد في السعودية الذي منح عادل إمام جائزة استثنائية باسم زعيم الفن العربي وتسلمها ابنه الأصغر الممثل محمد إمام. وباعتزال عادل إمام البالغ من العمر 83 عاماً أسدل الستار على مشهد فني عربي بدأ عام 1962 على المسرح الجامعي بمصر حيث شارك الطالب الجامعي عادل محمد إمام في عروض إلى جوار كبار الفنانين في ذلك الزمان.